وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي محميد المحميد. مساء الخير سيد محميد، نرحب بك في نشرة الثالثة. ما هي قراءتك لأبرز ما جاء في كلمة مملكة البحرين خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض؟ مساء الخير جميعا. طبعا مملكة البحرين تواصل تأكيد الموقف التاريخي الثابت لدعم القضية الفلسطينية. يعني اللحظة حتى من 7 أكتوبر من يوم وقعت الحادثة، والبحرين موقفها ثابت في هذه الوضع الذي تعيش فيه غزة. لا شك أن مضامين الكلمة التي وجهها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أكدت الموقف الراسخ، أكدت الرسالة المباشرة، الرؤية الواضحة من أجل الحاضر ومستقبل المنطقة، وأكدت أيضا جهود ومساعي مملكة البحرين. هناك موقف أصيل لا حياد عنه في دعم فلسطيني، أشار له سمو ولي العهد أن ما تعانيه غزة وفلسطين من أوضاع كارثية تفوق القدرة الإنسانية، الإنسان ما يتحملها، وبالتالي هنا إشارة جدا رقيعة من الجانب الإنساني. في أيضا الكلمة جاءت بعبارات وكلمات محددة، ممكن نقول عنها أنها وضعت النقاط على الحروف، حينما أشار سمو ولي العهد أن استمرار الحرب يعني تصعيد، يتجاهل القرارات والمواثيق الدولية، يتجاهل الإجماع الدولي اللي صاير. وأيضا هنا إشارة جدا رائعة أن أيضا ما يحصل الآن هو يهدد تحقيق السلام العادل والشامل، ويورث أيضا الأجيال القادمة لهذا العداء وهذه الحرب وتداعياتها. الكلمة أيضا حملت المجتمع الدولي مسؤوليته في تنفيذ القرارات ذات صلة بالقضية الفلسطينية، فيعني لا يعني فقط أن نصدر قرارات من مجلس الأمن وغيره ولا تنفذ. وبالتالي أيضا كلمة ولي العهد الله يحفظه أشار إلى هذه النقطة، وأيضا دعا إلى أن تتوقف على أثر كافة أشكال العنف والحصار لصالح الأبرياء بعيدة عن سياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري. فكانت الكلمة جدا مباشرة جدا واضحة، حملت رسالة مباشرة. من أبرز ما تضمنت الكلمة هي المطالبة بتشكيل لجنة دولية طارئة للإشراف على تطبيق القرارات ومتابعة ملف الإفراج عن جميع الأسرى والمحتجزين، وكذلك تحديد حجم الخسائر وتمهيد لجهود إعادة الإعمار. هنا رؤية شاملة إنسانية وقانونية تنظر للحاضر للواقع وأيضا تنظر للمستقبل. الكلمة جاءت للبناء والسلام كعملها للعلاج ووقف الحرب. لا شك أن إشارة سمو العهد إلى أن القضية الفلسطينية أصبحت منارة للشرعية، وبالتالي هذا مكسب كبير أيضا للقضية الفلسطينية. نقطة أخيرة جديرة أيضا بالإشادة والإشارة وهي إشارة سمو ولي العهد لدور المملكة العربية السعودية، الدور الحيوي والرائد في دعم القضية الفلسطينية ودعم كل القضايا. نعم، الكاتب الصحفي محميد المحميد، شكرا جزيلا لك.